بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في امور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ادخلنا وسائر المسلمين في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا واخرجهم من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا ولهم بخاتمه السعاده اجمعين، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، واعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران، واطعام الطعام ما حيينا، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويسر لنا الإقامة في حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ما حيينا، واختم لنا يا رب العالمين في حرم نبيك، واجعل مأوانا بجواره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك وتوفيقك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيد لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. المجلس 72 في هذا الكتاب. فصل في أحكام الاستبراء. كنا تكلمنا في المجلس الماضي في أحكام العدة، والعدة هذا يختص بالحرة، أما الاستبراء فهو يختص بالأمة، فالاستبراء بالنسبة للأمة كالعدة في حق الحرة، وسمي استبراء ولم يسمى عدة لأنه يكفى فيه بحيضة، فمش تحتاج تعد كتير، إنما في الحرة نحتاج إيه؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات، نحتاج ثلاثة أشهر للأيسة أو التي لم تحض، نحتاج 4 أشهر و10 للمتوفى عنها زوجها، فبتحتاج عدد. إنما الأمة فتستبرأ بحيضة فلا تحتاج عدد كبير، ولذا سمي استبراء تمييزا بينه وبين العدة التي هي حق للحرة أو واجب على الحرة. يقول: وهو لغة الاستبراء، لغة طلب البراءة، وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها. تربص يعني انتظار المرأة اللي هي في الغالب العام تكون أمة، مدة معينة اللي هي شهر إن كانت غير حائض، أو طلع حملها إن كانت حامل، أو حيضة إن كانت من أولي الحيضة. بسبب هذا التربص سببه إيه؟ حدوث الملك فيها، كأن تملك إنسان أمة، إما تملكها بسبب غنيمة حرب أو هبة أو شراء أو شيء منها، فلا يستعملها كفراش إلا بعدما يستبرئها بسبب حدوث ملك فيه، أو زواله عنها، أو زوال الملك عنها أيضا تستبرأ علشان يتملكها غيره. وهذا الاستبراء له جهة، المقصد به التعبد لله عز وجل يعني غير معلوم الحكمة، ولبراءة رحمها من الحمل إن كانت ممن تحمل، لأن المرأة حتى ولو لم تكن من أهل الحمل يعني آيسة برضه بتتربص بالشهور، يبقى غير معلوم، يبقى العلة مش هو مجرد براءة الرحم فقط، هناك علة أخرى تعبدية. والاستبراء يجب بسببين، أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول المد: وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، هيشرحه يعني. والسبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله: ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه، لأن في زمن الخيار ما يبدأش الاستبراء، يبدأ الاستبراء عندما يزول وقت الخيار. انت لما بتشتري اي حاجه مش بيبقى ليك زمن خيار تروح للعيب؟
ادي زمن الخيار. فزمن الخيار ده لا يبدا الاستمرار، يبدا الاستمرار عندما يزول زمن الاختيار. وكذلك في مجلس العقد انت لسه بتتناقش على الثمن وبتتفق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق كده مش في خيار المجلس. احنا قلنا في ايام ما كنا بنتكلم في عقود البيع. يبقى حدوث الملك وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها. وربنا بيقول إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا صارت ملك يمين له يجوز أن يجامعها مجامعة المرأة، لكن لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، يبقى يكفي حيضة. ولو كانت بكرا، يعني ولو كانت بكرا يعني إيه؟ يعني لم تتزوج من قبل، برضه يستنى حيضة، يبقى لأن في علة تعبدية. ما هو البكر إيه؟ ما فيش في بطنها حاجة وأنا فيه، لكن برضه يستنى حيضة. يبقى لأن في علة أخرى تعبدية ليس العلة هي براءة الرحم فقط. إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ولو كانت بكرا ولو استبرأها بائعها قبل بيعها. افرض البائع أنا هي مكسى عندي بقى لها حيضا ولم يقربها أحد. لا يكفي هذا، لابد أن يبدأ استبراءها لما يشتريه، ولا يكتفي باستبرائها من بيعها. ولو كانت منتقله من صبي او امراه. طب افرض ان هذه الامه كانت ملك امراه وانا اشتريتها من امراه، يعني ما حدش كان بيعرض، برضه تتربص الحيض لان العله هنا تعبديه. او كان يملكها صبي والصبي لا يجامع، وبعدين انا اشتريتها من هذا الصبي عن طريق وليه، برضه يستبرئها بحيضه لان هناك عله تعبديه. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، طب افرض هي لا تحيض، يبقى إيه نستبرئها؟ إحنا قلنا في الحرة العدة في ذوات الشهور 3 أشهر. في قوله تعالى: واللائي لم يحض. طيب هنا بقى لو كانت من إيه؟ من هؤلاء، يبقى الاستبراء بها بشهر واحد. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط. طب وإن كانت من ذوات الحمل، يعني حامل، فعدتها بالوضع. وإذا اشترى زوجته سن له استبراءه. يعني افرض إن كان متزوج أمة، يعني هو حر ومتزوج أمة، فأراد أن يشتريها من سيدها، فهو اشتراها كويس؟ علشان كده في الحالة دي يسن له ولا يجب استبراءه لأن هي زوجته. فيبقى هنا يسن له لان هناك جانب تعبدي بقى بالرغم ان هي ذكر. واذا اشترى زوجته سن له استبراءها. واما الامة المزوجة او المعتدة، افرض واحد اشترى امة ولكن الامة دي لها زوج، يبقى خلاص لا يقرب لانها ليها زوج. او المعتدة يعني بتعتد من ايه؟ من زوج كان لها بعدة وفاء أو غيره. إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، يعني في الحال، لأن هي مشغولة بالعدة فهو لا يقربها وقت عدتها، يعني هي مشغولة بعدة والمشغول لا يشغل. فهمت ازاي؟ في قاعدة كده نقول المشغول لا يشغل. فإذا كانت هي مشغولة بعدة من زوج كويس وصارت ملكا له، عدة طلاق مثلا أو عدة وفاة، يبقى ينتظر حتى تنتهي العدة لا يقربها، ثم يستبرئها إيه؟ بحيضة إن كانت من أولي الحيض، أو بشهر إن كانت أيسة، أو وضع الحمل إن كان وضع. حتى أيوه، يعني بعد ما لأن هي مشغولة بالعدة فما ينفعش أدخل العدة في الاستبراء. واضح؟ وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. فإذا زالت الزوجية والعدة كأن تطلقت الأمة قبل الدخول أو بعده،
وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ، لأن احنا قلنا القاعدة هي المشغول لا يشغل، هي مشغولة بعدة، يبقى أنا مشغلهاش في نفس الوقت بالاستبراء، لازم انتظر حتى تنتهي العدة. وإذا مات سيد أم الولد، طبعا الأحكام دي كانت إيه في أيام الرقيق خاصة بالمسلمين بس، الرقيق كان موجود في كل أنحاء العالم، ما كانوش يعرفوا هذه الأداة وشغل عك، لكن عشان الإسلام يحافظ على الأنساب فكان إيه وضع هذه القيود علشان يحافظ على الأنساب. وإذا مات سيد أم الولد وليست فيه زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة. أم الولد دي بمجرد ما يموت زوجها يعني سيدها صارت حرة. أم الولد يعني إيه؟ يعني كانت عنده أمة فحملت فأنجبت له، تسمى أم ولد، تتحرر بمجرد وفاة زوجها. واضح؟ طيب إذا صارت حرة في لحظة برضو وجب استبرائها. فهمتوا إزاي؟ استبرأت حتما نفسها كالأمة، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليه، ولها أن تتزوج في الحال. يعني لو السيد اللي هو صاحب الأمة استبرأها كويس، وبعدين بعد كده أعتقها صارت حرة، مش محتاجة بقى استبراء كويس عليها، ولها أن تتزوج في الحال بمجرد عتقها، بخلاف أم الولد. أم الولد لازم تستبرأ لأنها صارت حرة برضو وفات، لكن تستبرأ. فصل في أحكام الرضاعة. نعم. إذا مات سيد أم الولد برضو عدة الوفاة ثم الاستبراء. لا، ملهاش عدة وفاة، عدة الوفاة دي للزوج. ملك اليمين مش لها شك. فصل في أحكام الرضاعة. الرضاعة له معنى لغوي وله معنى شرعي. معناه اللغوي أضيق من معنى الشرعي، تملي المعنى الشرعي أو أضيق من المعنى اللغوي في الغالب إلا في الرضاعة، ودي من الحاجات اللطيفة يعني، تملي المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي إلا في الرضاعة. المعنى اللغوي هو التقام الثدي، واخد بالك، التقام المعنى اللغوي التقام ثدي المرأة ليبتلي على بناء، ده المعنى اللغوي. لما تقول لأي واحد عمي كده واحد ربا، يعني ايه ربا؟ يعني التقم ثدي امرأة وايه ومص لبنا، مش كده برضه؟ ده المعنى اللغوي، لكن الشرعي مش كده. وصول اللبن الى جوف ايه؟ جوف آدمي من آدمية بأي طريق كان، يبقى معناه أوسع سواء التقم أو لم يلتقم، يبقى المعنى الشرعي أوسع. فهمت بقى المعنى؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في المحرمات قال إيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، معطوفة على المحرمات على التأبيد، يبقى الرضاع ينبني عليه حكم تحريمي فناخد بالنا منه، فبيثبت به التحريم للأبد. يعني المرأة التي أرضعت صبي صار هذه المرأة لهذا الصبي أما له، وبالتالي كل بنات هذه المرأة أخوات لهذا الصبي الرابع من الرضاعة، يبقى يحرم عليه أن يتزوج أي بنت أرضعتها هذه المرأة سواء من هذا الزوج أو من زوج آخر. واضح؟ تنتشر الحرمة وتصير أمه من الرضاعة كويس؟ يجوز الخلوة بها ويجوز أن تنكشف عليه ولا ينتقل الوضوء بلمسه. فهمت إزاي؟ ولكن لا يثبت لها الإرث ولا وجوب النفقة، مش زي الأم النسبية. الأم النسبية يورثها، لكن الأم الرضاعة ما يورثها. والأم النسبية إذا احتاجت يجب عليها أن ينفق عليها، الأم من الرضاعة لا يجب عليها أن ينفق عليها. ومش كده وبس، والأم من الرضاعة يمكن أن يتملكها أمة، لكن الأم من النسب لو تملكها أمة تتحرر في الحال. واضح؟ ففي فرق، شهادته عليها وشهادته لها على أم من الرضاعة جائزة عند القاضي، لكن عند القاضي لا يقبل شهادة الأم النسبية لابنها ولا الابن لأمه. فهمت إزاي؟ وكذلك يعقل عنها وتعقل عنه،
يبقى في احكام تختلف الام النسبيه فيه عن الام من الرضاعه، ناخد بالنا من الحاجات دي. فصل في احكام الرضاع. الرضاع بفتح الراء وكسرها، الرضاع والرضاع، وقالوا ان الفتح ايه افصح، وان كان اللغه العاميه المصريه بالكسر وهي لغه فصيحه ايضا. المصريين يقول لك الرضاعه فتملي ايه يكسروها، وهي لغه فصيحه، لكن الافصح الرضاعه، وهو لغه اسم لمص الثدي وشرب لبنه، دي اللغه دي. وشرعا وصول لبن ادميه مخصوصه لجوف ادمي مخصوص على وجه مخصوص. شوف وصول لبن، ما قالش بقى يعني وصول لبن سواء بمص الثدي او غير مص الثدي، ان شاء الله شربوا في كوبايه يبقى اسمه ايه؟ او خدوا في سرنجه زي الاطفال الصغيرين في الايه؟ المبتسرين دول في الحضانه بياخدوا لبن الام وياخدوه في سرنجه ويحطوه له في الخرطوم اللي في الايه؟ في انف الراي، او ده اسمه رضع برضه. فهمت ازاي؟ يبقى المعنى الشرعي اوسع من معنى اللغوي، ناخد بالنا. بيقول لك شرعا وصول لبن ادميه، يبقى لبن يبقى ادميه. يبقى لو واحد شرب لبن معزه شايع وبنت تانيه خدت من نفس لبن الشايع، لا يثبت اخوه في الرضاع، لان دي شاي دي حيوان، لازم تبقى ادميه. فهمت بقى؟ وأدمية مخصوصة. يعني أدمية مخصوصة؟ يعني يكون انفصل منها اللبن في حال حياتها. يعني افرض هما ماتت وثدييها مليان لبن، فانتقل الطفل الثدي وهي ميتة ايه مص اللبن اللي كان متكون فيها بعد وفاتها، لا ينبني عليه تحريم. عشان كده قال لك أدمية مخصوصة، يعني تكون في حال حياتها، أو إننا شفطنا اللبن منها في حال حياتها وشلناه في التلاجة وهي ماتت، الواد رمى شربه بعد، يبقى العبرة بانفصال اللبن في حال حياتها يسقط بيه التحريم. فهمت بقى؟ لكن لو انفصل بعد وفاته ما ينفعش، عشان كده لك آدمية مخصوصة، يبقى لازم تبقى فيها حياة مستقرة وقت انفصال اللبن، مش كده وبس، ويكون سنها 9 سنين فما زاد كمان. وقال لك آدمية علشان إيه؟ لو راجل في ثديه فيه لبن. بقى في بعض الامراض الراجل يعين ويجي له مرض اضطراب هرموني وثدي يبقى فيه لبن، يقوم العيل بيعيط يدي له ثدي ويرضع، ما ينبنيش عليه حرمه لانه ده رجل ادمي مش ادميه، لازم يبقى ادميه انثى. طب افرض خنثى، نتوقف حتى يثبت، ان ثبت انها انثى ثبت التحريم، ان ثبت انه ذكر ايه؟ ثبت عدم التحريم، وان تشككنا نفضل ايه؟ متوقفين لحد ما يثبت. فهمت؟ عشان كده قال لك ادميه مخصوصه، مخصوصه يعني موصوفه بصفه معينه. 9 سنين فما زاد، افرض عيله قبل 9 سنين وثديها في لبن والتقى مصابي وما ينبنيش عليه ايه؟ تحريم. ال9 سنين اقل سن حيض، بلوغ، سن البلوغ، واخد بالك؟ ولو لم يكن لها زوج يثبت التحريم. افرض واحدة فوق ال9 سنين وثديها في لبن وهي مش متجوزة بسبب اضطراب هرموني وايه؟ وشربه عيل رضعه، يبقى ثبت التحريم ولو لم يكن لها زوج. فهمت بقى؟ عشان كده كلمة مخصوصة دي تاخد بالك ان هي ايه؟ بتبين لك حاجات معينة. لجوف آدمي مخصوص، لازم يوصل جوفه، مش مجرد ان التقى بالثدي كده. الرسول يقول لا تحرم المص والمصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان، لان قد يمص ولا يخرج لبن، مش كده برضه؟ لانه بيقعد يمص شويه على ما يستحضر اللبن من الثدي، فلو مص مصه واحده ما يثبتش التحريم ولا يثبت الرضاع، لازم يبقى دخل لبن. فهمت ازاي؟ على شكل قال ايه؟ لجوف ادمي مخصوص، المخصوص ده ليه؟ في سن معين، سن الرضاع اللي هو 2 سنين، لا رضاعة بعد الحولين، يعني لا رضاعة محرم بعد الحولين، الحديث في سنن ابي داود لا رضاعة بعد الحولين. فهمت بقى ازاي؟ انما الرضاع ما كان من مجاعة او ما انشز العظم وانبت اللحم، ها
هذا لا يتم إلا في السن الصغير. كل ده يدل على أنه آدمي مخصوص، لازم يبقى هذا المخصوص إيه لسن معين اللي هو حولين كاملين 12 شهر من منذ ولادته وكمال انفصاله، 12 شهر هجري قمري في حدود ال 12 شهر إيه لو رضع يبقى ده السن المحرم اللي يثبت بالتحريم. أبو حنيفة قال هنزود 6 شهور احتياطي، الإمام أبو حنيفة يبقى 30 شهر. لم يوافقه محمد بن الحسن ولا أبو يوسف تلامذته، ومشي مع باقي المذاهب وقالوا حولين كاملين. خدت بالك؟ يبقى لجوف آدمي مخصوص، يعني جوفه يعني حتى لو حطيناه اللبن في أنف الطفل هو ده جوف. فهمت ازاي؟ يعني صعود، صعود يعني ايه؟ يعني عن طريق الأنف. كما انت دلوقتي بيركبوا الخرطوم عن طريق الأنف في الطفل الصغير وبالراي اللي هي الأنبوبة الراي دي ويدوا له اللبن فيه. فهمت ازاي؟ يبقى برضه اسمه وصل لجوف الصدر. فهمت؟ على وجه مخصوص. على وجه مخصوص علشان ايه؟ لأن الشافعية قالوا 5 رضعات مش أي رضاعة، فالشافعية قال لك على وجه مخصوص. لكن على وجه كلمة على وجه مخصوص تتشال في باقي المذاهب، لأن باقي المذاهب ما قالوش 5 رضعات، قالوا أي لبن يوصل ولو قطرة واحدة يثبت به التحريم. فاهم؟ لكن الشافعية قالوا 5 رضعات متفرقات ولم يشترطوا أن تكون مشبعات. قالوا بس العبرة 5 رضعات متفرقات، ولو كل رضعة متفرقة قطرة، يعني نقطت له كده قطرة وبعد ساعتين نقطت له قطرة وبعد 3 ساعات قطرة، يعني 5 أطراف، يبقى 5 رضعات يثبت بها التحريم عند الشافعي. فهمت بقى ازاي؟ لا يشترط ايه؟ أن تكون مشبعات. عشان كده قال لك على وجه مخصوص، يعني أن يكون 5 رضعات متفرقات، أدي الوجه المخصوص متفرقات. ده شرح التعريف يعني. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية، على شكل لك آدمية مخصوصة لازم تبقى حية، بلغت 9 سنين قمرية اللي هو أقل سن للحيض، بكرا كانت أو ثيبا سواء كانت متزوجة أو بكر، خالية كانت أو مزوجة، يعني إيه بلا زوج أو معها زوج. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوما في حياتها، صار الرضيع ولدها، يصير الرضيع إيه؟ ابنها، بشرطين، أحدهما أن يكون مهلك آدمي مخصوصا، عشان كده قال بشرطين، أحدهما أن يكون له أي الرضيع دون الحولين بالأهلة بالشهور القمرية يعني. يعني اقل من 24 شهر، وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. طب لو رضع بعد السنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما، ما يثبتش. امال ايه حديث سالم مولى ابي حذيفه اللي هي ارضعته ايه زوجه ابي حذيفه وكان كبيرا؟ قالوا الحديث ده اما منسوخ بحديث ابي داود لا رضاع بعد الحولين، أو أن سالم حادثة حال لا يقاس عليه، واضح؟ وبالتالي برضاع كبير، هذا رأي شاذ في الفقه الإسلامي لا ينبني عليه تحريم، ذهبت إليه سيدتنا عائشة ولم يوافقها سائر الصحابة ولا أمهات المؤمنين. كويس؟ ثم أحيا مذهب سيدتنا عائشة هذا المذكور ابن تيمية بعد 700 سنة، ثم بعد ذلك أعادوا إحياءه مرة أخرى الوهابية في هذا الزمان. والسلفي هو مذهب مهجور، واخد بالك ازاي؟ لم يوافق عليه سائر الصحابه ولا الامه ولا الفقهاء المتبعين، وبالتالي لا داعي لاثارته حتى لا نشوشر على الناس. احدهما ان يكون له اي رضيع دون الحولين بالاهله وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. ده بالاجماع على فكره. بس أبو حنيفة قال 30 شهر، زود شوية. أبو حنيفة قال 30 شهر. والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة 5 رضعات متفرقات. الشرط الثاني بقى عند الشافعية ده أن يبقوا 5 رضعات متفرقات ولم يشترط مشبعات. واضح؟
لان في ناس عوام يقول لك ايه رعد عقام سر رعد متفرقات مشبعات، كلمه مشبعه دي من عند العوام زودوها كده زي ما يقول ايه ان الله مع الصابرين اذا صبر. اجتمالي مع ان الايه ما فيهاش اذا صبر، فده كلمه من عند العوام كده زياده يعني ما لهاش ايه معنى، لانه ايه ما فيش داعي مع الصابرين اذا صبروا، لو كانوا ما صبروش ما يكونوا صابرين اصلا. فايه ففي ساعات العوام يكرروا كلمه كده وتبقى غلط. هي خمس رضعات متفرقات، كلمه مش بعد زائده مش ملتفت اليها. والشرط الثاني ان ترضعه اي المرضعه خمس رضعات متفرقات، وده خاص بالمذهب الشافعي فقط، خالف فيه الجمهور الامام الشافعي. واضح؟ خمس رضعات متفرقات واصله جوف الرضيع وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضع او رضعات اعتبر والا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا من الثاني تعدد الارتضاع، يعني الصبي رضع شويه وبعد نام وبعد ربع ساعه راح صحي رضع ثاني برضع دي. فهمت ازاي؟ حتى لو نام ما بيمصش. ويصير زوجها، هنا بقى حاجه اسمها ايه قضيه لبن الفحل. المراه التي ارضعت دي اللبن اللي في ثديها بسبب الحمل، والحمل بسبب لبن الزوج، مش كده برضه مني الزوج يعني. وبالتالي يبقى يثبت ايضا من ناحيه الزوج انه يكون ابوه من الرضاع اللي هو صاحب اللبن في ثدي المراه اللي هو الزوج الذي هي كان سببا في حملها ثم سببا في اللبن في ثديها، يسمى اب من الرضاع لهذا الطفل او الطفله التي ارتضعت من زوجته. فهمت ازاي يسموه قضيه لبن الفحل؟ وبالتالي ممكن يتصور ان صبي يرضع خمس رضعات من خمس امهات واخد بالك متفرقات، ولا يثبت له الحرمه لهن ويثبت له الحرمه للرجل صاحب هذا. فهمت ازاي؟ يعني رجل متزوج اربع نساء وعنده انا ادي خمسه وبالرغم يرضع، فجاء طفل رضع مندي رضع مندي رضع مندي رضع مندي رضع مندي رضع ما رضعش من واحده خمسه، يبقى لا يكون امهات له بالرضاعه على مذهب الشرع، لكن الاب ده الراجل جوجا ده بقى ابوه من الرضاعه. فهمت الصوره العظيمه دي؟ يبقى اولاده وبناته من اي ايه من هؤلاء الزوجات يثبت لهن الحرمه، لكن البنات للزوجات دول من رجل اخر لا يثبت الحرمه. فهمت المساله؟ قضيه لطيفه يعني عشان توسع بس مداركك. انا بحب ان انا ايه ادي لك صور كثيره علشان يبقى عندك خيال فقهي يعني لطيف. فهمت؟ من زوجات الراجل واحد اتجوز ثاني وخلي ابوه من الرضاعه على طول، يبقى كل بنات هيخلفهم من اي زوجه ان شاء الله اتجوز 300 زوج. فهمت ازاي؟ كل البنات اللي اتجوزهم دول هتقول لي ازاي راجل اتجوز؟ تقول ايوه يا عم بيطلق وبيموتوا وبيعملوا، ممكن يتجوز كتير. فهمت؟ يبقى ايه؟ ويصير زوجها اي المرضعه ابا له اي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح الصاد على المرضع بفتح الضاد التزويج اليها اي المرضعه والى كل من ناسبها ينتسب اليه بنسب او رضاع. يبقى يحرم على المرضع التزويج اليها، يعني الذي رضع يحرم ان يتزوج من المراه التي ارتضع منها لانها صارت ام، ويحرم ان يتزوج من اختها لانها خاله، ويحرم ان يتزوج من كل بنت ارضعتها هذه المراه لانها اخت من الرضاع. فهمت ازاي؟ ويحرم عليه ان يتزوج باخت زوجها لانها عمته من الرضاع. وهكذا بقى ينتشر ايه؟ التحريم. ويحرم عليها اي المرضعه التزويج الى المرضع وولده. برضه اللي ارضعت بقى دي ام من الرضاع، لا تتجوزه ولا تتجوز ابنه. لانه اللي ولدها وده حبيبها من الرضاع. فهمت ازاي؟ وان سفل ومن انتسب اليه وان علا. واخد بالك؟
دون من كان في درجته، دون من كان في درجتي أي الرضيع، كإخوتي الذين لم يرضعوا معه. طب إخوات الذي رضع ده لم يرضعوا من هذه المرأة، ممكن يتزوجوا من إيه؟ من بنات هذه المرأة. يعني ممكن الإنسان يتزوج أخت أخوه من رضاعة لأنه لم يرضع من المرأة. فهمت إزاي؟ فالتحريم خاص بالرضع بس، الذي رضع بس. فهمت إزاي؟ لا الأرض بس. دون من كان في درجة أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى، أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه. وكده تقريبا يبقى انتهينا من احكام الرضاع، ونقف على فصل في احكام نفقة الاقارب ان شاء الله في المجلس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.